السلام عليكم، في سيم قناة نور. اليوم راح نسولف حق ماينكرافت، شلون تخلون سكناتكم جودة عالية كلش، وما يهم اذا عندك حساب اصلا اللي مكرك. فيلا خلينا نبدا بالشرح. قبل ما نبدا بالشرح، تحتاجون مود مور بلاير مودلز، سيطلع لكم صورته بالشاشة، تنزلوه عم تقدرون تسوون كل شيء حسوي بهالحلقة. فشباب راح تلقون رابط هذا الموقع بالوصف، تقدرون تنزلون منه سكنات جودة عالية مثل 1024 500 وشوية. انا مختار اعلى جودة 1024. حلو، فخلنا نقول اريد هذا السكن، اريد هذا السكن يكون عندي باللعبه. شو اسوي؟ دوس داونلود سكن. حلو، تريد تنتظر 10 ثواني تنتظر، او تريد دوس داونلود ناو؟ دوس داونلود ناو، احدث تنزيل هسه. حلو، بعد ما تنزله روح على اي ديسكورد عندك. حلو، روح ارفع عليها الصوره اللي نزلتها. حلو، ورا ما ترفع عليها الصوره اللي نزلتها شو تسوي؟ دوس على رايت كليك، بعدين تسوي كوبي لينك، مو اوبن ولا كوبي بيكتشر، قصدي ايمج، لازم كوبي لينك. ورا ما تسوي هيك شو تسوي؟ ترجع على ماينكرافت. ورا ما ترجع على ماينكرافت شو تسوي؟ راح تجي هنا. حلو، ورا ما توقف اللعبه دوس على البندوري، طلع لكم شنو مور بلاير مودلز، دوسون عليها، تروحون على هاي ديفولت، تدوسون على الزائد، تختارون نورمال، تدوسون دان، بعدين على اديت، بعدين شو تسوون؟ تروحون على اوبشنز، راح تلقون هذا المكان فارغ هيك، شوفوا تلقون شي فارغ، تحطون الرابط اللي نسختوه، دوسون سيلكت. حلو، بعدين ما تدوسون دان، اذا دوسون دان تكرش اللعبه، تدوسون كانسل. حلو، تدوسون اكس وراح ينضاف لكم السكن باللعبه. بس طبعا شنو، ما حد راح يقدر يشوف هذا السكن غيرك. شنو، شلون تخلي اللاعبين الثانيين يشوفون السكن هذا؟ لازم اللاعبين الثانيين هذا ينزلون المود باللعبه عندهم، وينزلون المود بالسيرفر هماتين. ورا ما تنزلون المود باللعبه وبالسيرفر، كلكم تقدرون تشوفون السكنات، ومود بحركات حلوه مثل دوس زي ينام بالقاع. إذا تريد تعدل الدقم مالتها تقدر تدوس على config، بعدين edit buttons تقدر تعدلون كل شيء هنا، sleep مثلا، راح نقول set. وين set؟ خلونا نرجع نعدلها. اوكي set، دوس زي يقعد بالقاع، شوفوا. فبي حركات حلوه المود هذا، اذا تريدون تجربوهن فهنا، اذا عجبكم حطوا لايك، واذا عجبكم تونس لايك، بس تعليقات، ويلا مع السلامه.